سؤال، هل يجوز الصوم مع غسيل الكلى، أو هل غسيل الكلى ينقض الصوم؟ لا شك أن فتوى دار الإفتاء المصرية بأن غسيل الكلى وأن يعني التبرع بالدم وأن الحقن الوريدية وهذه الأمور لا تنقض الصيام، لأنه لا يدخل الإنسان حتى وإن تغذى الإنسان على ما في هذا الأمر من دمائه وفي دمائه، إلا أنه لا يصل من ذلك شيء إلى جوفه، فبالتالي لا ينقض صيامه ولا حرج عليه، لا سيما وهؤلاء الذين يعانون من هذه الأمراض المزمنة والتي يعني يضطرون في شهر رمضان إلى يعني إجراء هذه الإجراءات الطبية والصحية في نهار رمضان وفي ليلة رمضان، فهذا جائز لهم ولا حرج ولا يعني ولا ينقض صيامهم، إلا إن ترتب عليه إعياء شديد وترتب على الصيام يعني إرهاق شديد لا يمكن من خلاله أن يتم صيامهم، فعليهم ويباح لهم الفطر في ذلك اليوم على أن يقضوا يوما مكان اليوم الذي أفطروه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ذلك سبيلا وإلى كل خير إن شاء الله.